حقيقة واحنا بنحتفل بذكرى انشاء السد العالي ما نقدرش ننسى طبعا توثيق الجانب الانساني للعاملين المشاركين في بناء السد، واللي تميز بيها الكاتب الروائي يوسف فخوري اللي قدر انه يوثق جانب كبير منها، وكمان سرد قصص من حياتهم في كتاب التاريخ الانساني للسد العالي. طبعا القصص دي بالنسبة لنا هي كنز حقيقي، ان احنا بنعرف من خلاله تفاصيل المجتمع المصري، الشخصية المصرية، العامل المصري اللي قدر يبني السد العالي. على الهاتف معنا الكاتب الروائي يوسف فخوري، نتعرف منه على تفاصيل اكتر. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. بنصبح عليك مره تانية وبنقول لك يعني ايه هو السبب اللي خلاك تتجه تحديدا لتوثيق الجانب الانساني للعمال المشاركين في بناء هذا السد؟ هو عاده احنا بنهتم بالتاريخ الرسمي. يعني في اغلب كتب التاريخ عندنا هنلاقي التاريخ الرسمي، تاريخ الزعماء، تاريخ المكان، لكن ما فيش اهتمام بالتاريخ اللي صنعوا الحدث. يعني اللي صنعوا الحدث ما هماش أقل من اللي اتخذ قرار بمشروع ما. والمسرح الإنساني في السد العالي كان واسع جدا، لأنه في عدد عمال ضخم اشتغل، صح، 34,000 نسمة. يعني ده كان تعداد أسوان وقتها على فكرة. يعني تعداد مدينة أسوان كلها كان 34,000، ده غير خبر الروس 1700. وفد لأسوان عشان العمل في السد العالي ناس من كل أنحاء الجمهورية، يعني من القاهرة، من اسكندرية، مدن القناة، لغاية الدلتا وخط الصعيد. فده كان مسرح ضخم جدا، فيه لهجات مختلفة، فيه أزياء مختلفة، فيه خبرات عمل غير مسبوقة في الوقت ده. لأنه يعني لو قارنا مثلا خزان أسوان لما اتبنى، خزان أسوان 1902 استغرق بناؤه 4 سنين، السد العالي 10 سنين مع ملحوظة عمل 24 ساعة، يعني 3 ورديات ووردية بتسلم وردية على مدار 24 ساعة. يعني جهد كبير قوي. الحاجة الثانية انه في تفاصيل بسيطة قوي وصغيرة قوي غيرت من مصائر ناس كتير جدا. اولا العمالة اللي جت عمالة زراعية ما كانش عندها خبرات بنى سد. بنى سد ده حاجة كبيرة وضخمة جدا، يعني صعب تلخيصها في جمل محدودة. لكن عشان يتم التغلب على ده اتعمل مراكز تدريب، فتحول العامل الزراعي إلى حرفة في الكهرباء، في الميكانيكا، في السباكة، في حاجات تخصصات كتيرة جدا. طيب أستاذ يوسف، وتحولت حياته بالتالي. أستاذ يوسف، من خلال يعني جمعك لهذه القصص ومقابلتك لشخصيات، يعني إيه أبرز المواقف أو القصص اللي اتفاجئت بيها ويمكن كانت مسار تعليق لأي من القراء اللي كانوا بيشوفوا هذه الحكايات عن السد العالي؟ يعني انه في واحد اشتغل وهو طفل صغير، اشتغل في السد العالي، كان في اطفال بتروح تشتغل وبتشتغل اعمال تناسب سنهم يعني. فهو كان نفسه يشتري قميص. ثمن القميص في الوقت ده 25 قرش. فاول ما قبض هو كان يوميته 25 قرش. المقاول بياخد منها 2 جنيه بيبقى له 23 قرش. أول ما قبض بعد 15 يوم
قدر يجيب قميص وبنطلون وجزمه وفرح وبقي معاه فلوسه. بس هو قال لي جمله اهم، انه لما اشتغل في السد وقدر يكسب، فاخواته البنات عرفوا الالوان. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الفقيره هتعيش بجلابيه سودة. صحيح. ما حدش هيميز. صحيح. مش مشكلة شكلها هيبقى متشابه. إنما الألوان فضاحة. أكيد. لو النهاردة لابسة أصفر بكرة يبقى أخضر، لا الألوان تفضح. أكيد حكايات كتير موجودة في كتاب حضرتك تستحق أن الواحد يقرأه ويشوف إيه اللي كان بيحصل على مدار السنوات اللي اتبنى فيها السد العالي. بنشكرك شكرا جزيلا الكاتب الروائي يوسف فخوري.